انا بس هفكركم بحاجه يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. رئيس نادي الزمالك السابق ومؤسس مقر النادي الاهلي دلوقتي كابتن محمد حسن حلمي، المهندس محمد حسن حلمي وكيل وزاره الشباب زموره اللي طبعا مشهور باسم زموره، كان مؤسس او مؤسس مقر نادي الزمالك الحالي. كابتن محمد حسن حلمي كان جناح شمال وشارك في اولمبياد 1936، ولما اعتزل بقى حكم دولي. ومش وعايز اقول لكم ان النادي الاهلي كان بيحب او كان بيطلب ان هو يجي يحكم له ماتشاته. مش كده بس، ده مسك اتحاد الكوره فتره من الفترات والنادي الاهلي اداله صوته وكان من اكبر الداعمين ليه. ولما كابتن، دي صوره طبعا لكابتن محمد حسن حلمي زموره وكابتن الراحل العظيم صالح سليم. انا عايز اقول لكم ان كابتن صالح سليم لما نزل انتخابات النادي الاهلي وكسب، كابتن محمد حسن حلمي كلمه وقال له انا جاي لك بكره انا ومجلسي عشان اهنيك. كان رد راحل العظيم كابتن صالح سليم ايه؟ قال له بالنص كده: فليبقى الكابتن حلمي في مكانه وساحضر انا ومجلسي غدا لمكتبه في نادي الزمالك لتلقي التهنئه. ايه الجمال ده؟ وايه الحلاوه دي؟ وزمان كانت الرياضه كده، العظماء في الرياضه كانوا كده بيتعاملوا كده. كانت الاخلاق بين ان اكبر ناديين قصه طويله واخلاق واحترام متبادل. انما هنظل في المربع ده، هيبقى الخسران هي مصر. ليه؟ لان احنا عايزين نرجع الجمهور تاني وعايزين نرجع الحياه لطبيعتها، لازم نشيل التعصب اللي ما بين الجمهورين ده. التعصب ده هيجي ازاي؟ ان يلاقوا الكبار او يلاقي الود موجود بين الناس. على فكره اللعيبه في الملعب اخوات، بره الملعب اخوات. والله ولا في اي تعصب بين اللعيبه وبعضها بره الملعب، ولكن بنظل الصوت العالي والاسلوب اللي هو جديد على الرياضه للاسف ما زال على في الصداره. واحنا دورنا ان احنا برضو زي ما قلنا برنامج الابطال لينا رساله، رسالتنا هي الاخلاق والقيم اللي هي اصلا في الاول رساله النادي الاهلي. فيا جماعه انا بس حبيت اقول لكم مشهدين، عندنا مشهدين شفناهم وشفنا واحنا يعني مشهد اللي حصل في كره اليد، والله انا يعني كنت مكسوف حتى اتكلم فيه، بس الحقيقه الموضوع لما يعني زاد وغطى زي ما بيقولوا كان لازم نقف ولازم نتكلم ولازم نقول للناس الحقيقه فين. يعني يمكن ده كان موضوع مهم. خلينا نرجع لحلقتنا ونرجع لاخبارنا ونرجع لضيفنا طبعا النهارده الكابتن طارق محروس.